بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نرحب بأخينا العزيز والداعية الكبير أستاذ دكتور عبد العبدالله فرح، وكيل وزارة العفو والشؤون الإسلامية في دولة الكويت. دكتور عادل إنسان لا يحتاج إلى التعريف، ولكن أنا أذكركم أن تحدثت عنه كثيرا، ولكن هو من إخواننا المخلصين، قدم الإسلام والمسلمين في الأمر أجمعه، الحمد لله، ولم يترك أي قطعة أو أي قارة من القارات إلا أنه قدم ثابت وجهد مبارك في خدمة الإسلام والمسلمين. نحن تعرفنا عليه منذ 23 سنة من قبل عندما زرنا الكويت، ومسكني مسكنا قويا وأجبرني على أن أتعاون معه، ثم زارنا في هنا في وطننا وقام بأعمال كبيرة جدا لخدمة الإسلام والمسلمين، بارك الله فيه، وحتى يومنا هذا هو يقدم شيئا كثيرا للأمة الإسلامية. ونحن فرحون جدا بزيارته المباركة إلينا والاجتماع معنا، بارك الله فيه وسدد أخطاه وأفاد الإسلام والمسلمين من بعد أكثر مما كان من قبل. دكتور، هذه مجموعة من مجموعاتنا العلمية، ومعهم نحن أيام هذه ندرس كتاب حقائق التصور لأبي القدر عيسى. كما شرحت لك كعادتنا نقرأ المتن العربي ثم نترجم ونشرح ما يحتاج إليه الشرح، وهذا يسجل تصويرا وصوتا ثم ينقل إلى كمبيوتر ويحرر، وإن شاء الله إنما نتم قراءته نعيد هذا الكتاب إلى المطبع إن شاء الله. وبعد ما ننتهي من قراءة والترجمة والمناقشة، أساتذة إذا كان عندهم أسئلة جارية في حياتهم في مسجدهم في عملهم متعلقة بالدين والفتوى يسألون نناقش ويرجعون بأجوبة، وهذا يوحد كلمتهم أمام الناس أيضا ويفيد فائدة كبيرة. ومن حسن حظهم عندما نحن كنا نقرأ كتب الحديث فكرنا أن نعمل نخرج بمشروع المسمى السلسلة الذهبية لأحاديث النبوية، وأنا وبعض الإخوة فكرنا في أن أولا هذا نحن فتحنا موقع في الإنترنت، بدأنا نترجم ونضع ترجماتنا في الإنترنت، إذا لاحظنا بعض الناس يسرقون ويتبعون، ولهذا نحن أوقفنا هذا، ولنا نحن الذي لابد أن نطبع على شكل كتاب، وأنا قدمت مشروع للحكومة ورئيس الجمهورية حفظه الله ووافق على هذا والشكر كثيرا، وأشار ببعض النصائح مثل أخذ التقارير من يعني علماء كبار في العالم الإسلامي، تشكيل اللجنة ونقل ذلك من الأمور، وهذه المجموعة الحمد لله يخدمون هذا المشروع أيضا. الآن انتهينا من ترجمة الصحاح الستة، ترجمة انتهت، ما بقي تحرير والتخبيط وغير ذلك من الأمور، ماذا يأتي من بعد إن شاء الله. الآن نحن تضعنا جزئين من ترجمة مع التعليق لإمام البخاري، وأعددنا الأجزاء الأخرى وبعضها أثناء التحرير والتحسين وغير ذلك، وإن شاء الله نستمر على هذا. وهذا العمل مبارك إن شاء الله، وشعبنا أيضا فهم وقبل حسن قبول، والحمد لله. هذا جزءاني الأول والثاني سلسلة ذهبية. أيوة.
بالعربية كتبنا السلسلة الذهبية لأحاديث النبوية، هذا صحيح البخاري الجزء الأول. عندما نرجع إلى صحيح مسلم نكتب هنا صحيح مسلم ويمشي، هذا يكون صحيح واحد. ونخطط إن شاء الله حوالي 70 جزء هنا كله، 9 يعني هذا يكون ترجمة أولاً، كثير منكم مترجمون، ثم محررون يحررون، ثم محدثون يضبطون النص العربي على النسخة السلطانية. نحن عندما بحثنا النسخ العربية ما وجدنا ما يقنعنا، ولهذا قارنا بين النسخ المختلفة وأخذنا النسخة السلطانية بشرط أن ندقق في بكم. عندما نحن اتسمنا عندما بدأنا الأمر، اتسمنا من رد العتر، اتسمنا بغيره من المشايخ، نطلب النسخة مضبوطة العربية فوجدنا. الآن نحن نضبط ونحن نصحح، وأثناء الترجمة والشرح أيضا نشير أن في نسخة فلانية هذا هكذا، وهذا نحن أخذنا إخوة هؤلاء يجتهدون في الأمر. الحمد لله مشروعهم هذا لقي حسن قبول من طرف الشعب، وكل الناس يقرؤون يستفيدون يشكرون ويطالبون بالإسراع بطبع الأجزاء القادمة. والحمد لله هناك انطباعات طيبة جيدة، ونحن أيضا فرحنا لأننا أسسنا عمل جماعي في ترجمة والنشر، ومجموعة هذه يجتهد الحمد لله. هم أنفسهم أيضا شعروا أن بهذا العمل ازدادوا علما، ازدادوا علما. عندما أنا زرت أنديجان من شهرين ثلاثة، بعض علماء الشباب الذين كانوا مع إخوة قالوا أن إخواننا فلانيين يعني علمهم ازداد عدة مرات مما كان معنا، نحن أيضا نريد أن ننضم إليكم. وداخل ذلك من كلمات المدح والثناء بارك الله فيهم. إخوة هؤلاء مجموعة يعني موقنون ومصرون ويستمرون إن شاء الله في إتقان هذا العمل، ثم انتقال إلى العمل أكبر والكبرى إن شاء الله يكون خير. بارك الله فيهم وتدعو لهم، وأرجو من حضرتك أن توجه إليهم كلمة فيستفيدون ويستفيدونه يا شيخ. هم الآن عايشين في هذا الخير العظيم يعني. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. في النهاية يعني هذا يوم طيب نلتقي معكم ومع إخوانكم الآخرين، نسمع هذه الأخبار الطيبة التي تثلج الصدر وتفرح النفس بمثل هذه الإنجازات ومثل هذه المشاريع الحيوية التي يعني تعملون بها. حقيقة من زمان كان عندي مشروع مع الشيخ محمد، وهو مشروع أحفاد الإمام البخاري، سمعنا إحنا الرسول الشيخ محمد التواصل الحضاري مع أحفاد الإمام البخاري. ومن أول يوم أنا يعني أحاول أن أبحث عن سر في هذه المنطقة الطيبة المباركة التي فيها أنهار الجنة في حول سيحون. ما هو سر هذا الإنتاج العلمي الكبير من هذه المنطقة؟ أنتم اليوم يكرمكم الله سبحانه وتعالى أن تشتغلوا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف العظيم، وهذا الشرف الذي يعني
تلقاه الإمام البخاري رحمه الله رضي الله عنه حينما رأى في المنام أنه يذبح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته أنه يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم اليوم تكررون هذه السورة في حفظها وتوصيلها للناس الآخرين. فما هو السر؟ ما زلت تتساءل الأئمة الكبار من هذه وخاصة الحديث الذي جدا من الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي وداوود، الإمام مسلم قريب ممكن مش بعيد. ف الدارمي الآخرين يعني أيضا يعني ما شاء الله، يعني هل هو في الهواء في التربة في الجينات في أي شيء؟ فأنتم الآن تعيدون هذا الدور الحضاري العظيم الذي لعبه أجدادكم ونهضوا بالأمة بأكملها. يعني هل تتصورون أن الأمة من غير الكتب الستة؟ هل تتصورون الأمر؟ كيف سيكون الناس؟ كيف سيكون الأحاديث؟ كيف سيكون الفقه؟ كيف يكون ترتيب الدولة كلها، ترتيب المجتمع، ترتيب من غير وجود وحفظ هذا الدين بأسانيد وبهذه؟ فشيء عظيم 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 جدا، يعجز الإنسان أن يحدد هذه يعني العظمة وهذا الأثر يعني الكبير بمثل هذا الأداء ومثل هذا الشرف الذي شرف الله سبحانه وتعالى يعني أولئك بمثل هذه الخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتقلنا أيضا لعلماء التفسير وعلماء حتى اللغة العربية، فهم أفصح من العرب في يعني في الرموز الكبيرة وفي فقه الحنفي وفي فقه الشافعي، يوجد شيشاني، يوجد فلان، يعني ما شاء الله. وإذا ما انتقلت إلى حتى العلوم الطبيعية في كيمياء والطبيعة والفيزياء والفلك وعلماء كبار، فأنا الآن كأني أرى الدورة الحضارية قد بدأت، ويكون لكم فيها فضل السبق وفضل المبادرة. فهنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم بما يحبه ويرضى، وأن يجري على أيديكم إن شاء الله تعالى الخير العظيم الكثير، ليس لبلدكم هنا ولكن للمسلمين كافة، وليس لمثل هذا الزمن ولكن إلى يوم القيامة إن شاء الله. فلكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بارك الله. شكرا.